بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الفيديو راح نتعلم شو هو الووردبريس وراح نشرح الواجهة الخلفية بريس بشكل كامل. انتظرونا بعد الانترو. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراك للقناه اذا عجبكم الفيديو والان خلونا ننتقل على وجهه الورد بريس الخلفيه طبعا زي ما ظاهر امامنا هي هاي وجهه الورد بريس الخلفيه طيب قبل ما نبدا نشرح عنها خلونا نتعرف شو هو الورد بريس. الورد بريس باختصار هي منصه بتساعدك انك تبني او تنشئ موقع الكتروني بدون استخدام اي لغه برمجه طبعا طريقه بناء الموقع الالكتروني على الورد بريس بتعتمد على شيء اسمه البلجن او الاضافات هاي الاضافات وظيفتها انها تساعدك على بناء الموقع الالكتروني من الاضافات هاي اللي بتساعدك على انشاء الصفحات منها بتساعدك على تحسين من الصفحات او الصور وكثير من الاضافات موجوده على الورد بريس وكل اضافه لها وظائف معينه على الورد بريس. طيب والان خلونا نتعرف على واجهه التحكم بالووردبريس طبعا زي ما ظاهر امامنا هي الواجهه بشكل كامل خلونا نقسم هاي الواجهه لثلاث اجزاء رئيسيه اول شيء عندنا التوب بار. اثنين السايد بار ثلاثة الداشبورد طبعا اول شيء خلونا نتعرف على التوب بار طبعا التوب بار باختصار هو شريط علوي مختصر عن السايد بار يعني من خلاله مثلا اذا نضغط على نيو ممكن انت تنزل بوست ممكن تنزل ميديا او صفحه او لاندنج بيج صفحه هبوط او ممكن تضيف تمبلت اللي هو قالب ان شاء الله راح نتعرف عليه واخر شيء اليوزر ممكن تضيف مستخدمين على الووردبريس اللي بيساعدوك على انشاء الموقع او ممكن يوزر عملاء يكونوا في عندك كان الكاشينج الكاشينج هي مسؤولة عن التخزين المؤقت للموقع يعني انت طبعا كل ما تغير من تصميم الموقع لازم تفضي هذا الكاشينج بحيث انه يعمل تخزين مؤقت على الموقع اللي قمت بتصميمه عشان يعمل تخزين مؤقت على اخر تصميم للموقع طبعا في عندنا هان الزر الابديت طبعا هذا الزر بورجيك انه انت اذا في عندك بلاجينات بتحتاج ابديت او اذا الورد بريس نفسه محتاج لتحديث او لا بيحتاج لابديت في عندنا هذا الزر زر الكومنت اي مقال انت بتنزله على بريس او اي صفحه او اي منشور بتنزله الورد بريس اذا شخص او عميل دخل هذا المقال وكتب تعليق راح يظهر من خلال التوب بار على زر الكومنت انت بتضغط عليه وبتقرا الكومنت ممكن انت توافق عليه او ممكن لا يعني تخليه بالسبام او تنقله لترش من خلال زر الورد بريس انت ممكن تتعرف على الورد بريس بشكل احسن في عندك دعم في عندك اه تقرا عن الورد بريس يعني او تنتقل للموقع الورد بريس وفي عندك اباوت وورد بريس يعني تتعرف على الورد بريس بشكل كامل ومن خلال زر ابراهيم منصور او حسب اسم الموقع انت ممكن تروح تزور الموقع الالكتروني الخاص فيك اذا نضغط على فيزيت سايت راح ينقلني على الموقع الورد بريس الخاص فيني اللي هو موقع ابراهيم منصور طبعا التوب بار زي ما هو ظاهر امامنا راح يرافقك بالواجهه الخلفيه للورد بريس والواجهه الاماميه بالواجهه الاماميه بيساعدك انك ممكن انت تحرر اي صفحه موجوده على الورد بريس يعني انت بتفتحها مثلا عندنا الصفحه الرئيسيه فهون عندنا تحرير الصفحه بيساعدنا انه نبدا بانشاء هاي الصفحه ممكن انت من خلال زر التخصيص انك تخصص الموقع الالكتروني بشكل كامل كمان عندنا زر الابديت وزر الكومنت تعرفنا عليهم في عندنا زر الجديد يعني جديد او نيو كمان انت ممكن تضيف مقاله ملف وسائط صفحه صفحه منسدلة أو صفحة هبوط والنموذج عضو كل يتعرفنا تعرفنا عليهم الآن خلونا نرجع للواجهة الخلفية للوورد بريس طيب هيك تعرفنا على التوب بار. خلونا ننتقل للجزء الثاني من الواجهة الورد بريس وهي السايد بار طبعا السايد بار هي هاي الواجهة اللي بتهمك انك تنشئ موقعك الالكتروني طبعا انشاء موقع الكتروني بيحتاج لثلاث امور رئيسية اول شيء استضافة بعدين دومين بعدين الورد بريس المنصة الورد بريس انت المنصة الورد بريس بتنزلها على الاستضافة بعدين بتنتقل من الاستضافة على هاي المنصة طريقة تسجيل على واجهة الورد بريس انت بعد ما تثبت منصة الورد بريس على الاستضافة ما عليك الا تضغط الدومين بعد الدومين بتحط داش بعدين دبليو بي Admin كمان داش زي ما هو ظاهر أمامنا تضغط انتر بعدين راح ينقلك لصفحة تسجيل دخول طبعا أنت بتحط كلمة السر والباسورد بعدين تدخل على الواجهة الووردبريس بريس بس لأني أنا مسجل فيها فهو نقلني بشكل مباشر على الواجهة التحكم بالورد بريس أو الواجهة الخلفية للورد بريس أو للموقع الإلكتروني الان في بالسايد بار مجموعة من الازرار، طبعا كل زر له وظيفة مخصصة للموقع، أول شيء زر الداشبورد، من خلال زر الداشبورد زي ما هو ظاهر أمامنا بيعرض لنا أهم الإشعارات عن الموقع الثاني، طبعا بيعرض لنا هون تحديث الورد بريس الأخير وهو 5.9، بننزل للأسفل مثلا هون بيعرض لنا المنتور، المنتور أنا بلجن أنا ضايفه على الموقع، وكثير من الإشعارات المهمة اللي أنت ممكن تراجع يعني بشكل سريع موقعك الإلكتروني، أنت أكم من بوست عندك، أكم من صفحة، ويعني البوستات المنتش... المنشورة عفوا أنا منزل ثلاث بوستات موجودة على الموقع الرئيسي إبراهيم منصور دوت سايت زي ما هم ظاهرين أمامكم هذول هم ثلاث بوستات خلونا نرجع للداشبورد طبعا هاي هي الداشبورد اول زر زر الهوم ثاني زر زر الابديت اذا بنضغط عليه راح يظهر لنا اشعارات بكامل التحديثات على الووردبريس زي ما ذكرنا التحديثات اما بتتعلق بالبلجن او الاضافات اللي رح تنزلها او الثيم الخاص بالموقع او الووردبريس او منصه الووردبريس بشكل يعني كامل طيب اذا بننزل للاسفل مثلا هاي بيعطينا البلجن هدول كل البلجنات الموجوده بدهم تحديث يعني ما انا ما علي الا اضغط عليهم كلهم اضغط سيلكت اول بعدين ابديت بلجن اذا بننزل للاسفل عندنا تو ثيم بدهم تحديث ثيم استرا هو الثيم الرئيسي على الموقع وثيم تاني انا مش مستخدمه على الموقع ممكن اني امسحه طبعا ما له اي اهمية كمان نفس الكلام بضغط select all بعدين أبديت theme طيب نرجع على السايد بار عندنا تاني زر خلصنا من اول زر هو الداشبورد تاني زر هو زر البوست طبعا زر البوست اول ما نقرب عليه الماوس راح يظهر عندنا اربع خيارات اول خيار اللي هو الاول بوست اذا بنضغط عليه راح يظهر لنا كامل المقالات اللي انا منزلها على الموقع زي ما هو ظاهر امامنا اول شيء عندنا التايتل عنوان المقال بعدين الكاتب اللي هو انا ابراهيم منصور ابراهيم منصور الكاتيجوري اللي هي التصنيف الخاص في هذا المقال مثلا انا المقال الاول منزله ان كاتيجوريز يعني بدون تصنيف المقال الثاني منزله في كاتيجوري او تصنيف ليرن وورد المقال الثالث منزله بكاتيجوري اسمه التسويق بالعموله التاجز هي الاشارات مرجعيه لهي المقالات وظيفه الاشارات انها تربط المقالات ببعضها مثلا انت عندك مقالات بتحدث عن تسريع الوورد وعندك مقال ثاني بتحدث عن شرح الوورد فانت هان تحط تاجز اسمه وورد بربط بين هذول المقالين بتحطه في المقال الاول بتحطه بالمقال الثاني واخر شيء عندنا الديت يعني تاريخ النشر زي ما هو ظاهر امامنا جنب كل مقال وهان الكومنت طبعا انا ما عندي اي تعليق على اي مقال نرجع على البوست اذا بننتقل على السايد بار على ثاني زر من زر البوست هو اد نيو طبعا هذا وظيفته انك تنزل مقالات على الووردبريس. اول ما تضغط على اد نيو راح ينقلك راح ينقلك على الواجهه الاماميه للووردبريس طبعا هان التايتل تبدا تكتب عنوان المقال وبعدين من خلال البلوكات هاي بتبدا تضيف انت شو بدك تضيف في هذا المقال مثلا عندك هيدنج عناوين صور او كلام نص وفي عندك مساحه وازرار وكولومز اعمده اذا بتضغط على بروس اول لك كامل البلوكات اللي انت ممكن تضيفها على هذا على هذا المقال وتبدا تنشئ مقالك واخر شيء بتضغط على ببلش بيبدا يعني بنتشر مقالك على الموقع الالكتروني الخاص فيه خلونا نرجع على الووردبريس طبعا هيك عرفنا الزر الثاني الزر الثالث هو الكاتيجوريز طبعا شرحنا عنه لكن انا بدي ارجع اعيد الشرح الكاتيجوريز هو باختصار تصنيفات يعني انت مثلا عندك عده مقالات بتتحدث عن وورد بريس بتحطهم تصنيف خاص بالووردبريس بريس يعني عباره عن ملفات كيف انت على جهازك الحاسوب مثلا عندك صور بتتعلق مثلا بالسيارات بتحطهم بملف بتسميه سيارات صور بتتحدث عن الملابس بتحطهم بملف اسمه ملابس نفس الملابس عفوا نفس الشيء الكاتيجوريز وظيفته انك تصنف موقعك يعني تقسم الموقع تاعك بتساعد محركات البحث على يعني على الزحف على موقعك الالكتروني وتصنيفه وترتيبه ومعرفة بشكل احسن موقعك الالكتروني فهي كثير مهمه للكاتيجوريز تنساش انت اي مقال راح تنزله على الووردبريس لازم تحطه في كاتيجوريز او لازم تحطه في تصنيف الزر الرابع انه هو التاجز كمان زي ما شرحنا سابقا التاجز هي الاشارات المرجعيه بتربط المقالات داخل الموقع في بعضها ما عليك الا هون تحط اسم التاج بعدين السلاج اللي هو العنوان اليو ار ال الخاص بالتاج طبعا هون ديسكريبشن ديسكريبشن خاص لك انت ممكن تحط وصف لهذا التاج بحيث انك لما ترجع لهذا التاج تعرف انت ليش حطيته بعدين تحط اد نيو تاج زي ما هو ظاهر عنا على اليمين هون موجود عندنا كل التاجات اللي انا منزلها على الووردبريس مثلا عندي اول تاج الكاشنج ممكن اعمل له ادت اغير عليه ممكن اعمل له فيو اشوفه ممكن في عندنا كويك ادت اذا نضغط عليه راح يطلع لنا مباشره النيم وسلاج يعني نغير الاسم او نغير العنوان اليو ار ال اذا نضغط كانسل في عندنا اخر اشي ديليت بنمسح هذا التاج راح يختفي من الموقع تاعنا طبعا هان عندنا ديسكريبشن انا مش حاط اي وصف لاي تاج عندنا السلاج اللي هو العنوان اليو ار مثلا اول كاشنج الثاني زي ما هو ظاهر امامنا وهيك بنكون خلصنا من التاج خلونا نرجع على السايد بار خلصنا من زر البوست الزر الثاني هو زر الميديا زر الميديا مسؤول عن تنزيل اي وسائط على الموقع الخاص فيك مثلا اول شيء عندنا الليبراري اللي هي كامل الوسائط اللي بنزلها على موقعك الالكتروني اذا بنضغط عليها راح يظهر لي انا شو منزل من وسائط على موقعي مثلا اذا بننزل للأسفل راح يظهر لي كامل الصور اللي انا قمت باضافتها على الموقع الالكتروني الخاص فيني طبعا انت ممكن تمسح الصوره بتحديد هاي الصوره بعدين تنزل للاسفل بعدين هان تضغط على ديليت ممكن انت تعدل من حجم الصوره طبعا هان في عندك الارت تكست في عندك التايتل كابشن ديسكريبشن كل هاي الامور تتعلق بالصوره مثلا الارت تكست هو النص البديل لهي الصوره التايتل عنوان الصوره الكابشن وصف لهي الصوره ديسكريبشن كمان وصف او الكابشن يعني باختصار انك انت تتحدث عن الصوره لكن الديسكربشن هي وصف عن الصوره واخر شيء الفاينل يو ار ال الفاينل يو ار ال هو عنوان الصوره طبعا هون انت بتقدر تعمل edit مور ديتيلز ممكن انت تعدل على الصوره بشكل افضل طبعا هون معطيك طبعا هون معطيك كامل التفاصيل اللي بتختص بالصوره مثلا قديش عرضها بارتفاع قديش حجم الصوره يفضل دائما تنزل صوره اقل من 100 كيلو بت على موقع الالكتروني عشان تحسن من سرعه اداء موقعك وهون بعطيك شو نوع الصوره ايمج بي ان جي طبعا البي ان جي اعلى جوده للصور يعني خاصيه البي ان جي هي بتكون اعلى جوده للصور يفضل دائما يعني انت اذا بدك تحاول تنزل صور بي ان جي يفضل انك تضغطها قبل ما تنزلها على موقعك الالكتروني نضغط اكس طبعا هون انت ممكن ترتب الصور حسب الايتم حسب الايمج الاوديو الفيديو يعني زي ما بدك انت بترتب الوسائط الموجوده عندك على الورد طبعا هون ممكن ترتبهم حسب تاريخ التنزيل وفي عندك زر البحث ممكن انت تبحث عن صوره معينه من خلال هذا الزر طبعا هون خلصنا من زر الميديا الليبراريت الزر الثاني هو اد نيو من خلال هذا الزر انت بتنزل اي صوره او اي وسائط على موقعك الالكتروني بس ما عليك الا تضغط عليه بعد ما ضغطنا عليه راح يضغط راح يظهر عندنا هان فايل او ممكن انت تعمل دراج اند دروب للفايل اللي بدك تنزله على الورد بريس او ممكن تضغط select فايل بعدين بتروح تسحب الفايل وبتنزله على الورد بريس هاي خلصنا من زر الميديا الزر الثالث هو زر الثلث وزر البيجز او الصفحات طبعا لما نقرب الماوس عليه راح يظهر لنا خيارين الاول بيجز واد new طبعا الاول بيج راح يظهر لنا كامل الصفحات الموجوده على الموقع بعد ما ضغطنا عليه راح يظهر لنا كامل الصفحات الموجوده على موقعنا الالكتروني طبعا انت قبل ما تنشئ منيو على الموقع لازم تنشئ صفحات بعدين ترتبهم في قائمه او في منيو طبعا انا مش منشئ غير اربع صفحات اللي هي برايفسي بوليس اتصل بنا والصفحه الرئيسيه ومقالات هون راح يظهر عنا مين اللي انشاهم اللي هم انا وبعدين هون عندنا التاريخ متى نزلنا هاي الصفحات طبعا جنب كل صفحه موجود عندنا احنا كيف عدلناها اول صفحه اللي هي برايفسي بوليس احنا عدلناها بالورد بريس مباشر فمش جايب لنا اداه التعديل اما صفحه اتصل بنا فكتب لنا انه نحن عدلناها في اضافه الاليمنتور الصفحه الرئيسيه عدلناها بالفرونت بيج واضافه الاليمنتور واخر صفحه هي مقالات البوست بيج احنا حطيناها انها تكون صفحه المقالات الخاصه بالموقع ان شاء الله راح نتحدث عنها بشكل كامل بهذا الفيديو الخيار الثاني من زر البيرز هو اد نيو اول ما نضغط على اد نيو راح ينقلنا انه ننشئ صفحه على موقعنا الالكتروني نفس مبدا عمل المقالات هون انت بتحط عنوان الصفحه بعدين هون تبدا تنشئ صفحتك الالكترونيه يفضل إن لكن انت يفضل تنزل اضافه الاليمنتور عشان تصمم صفحاتك الالكترونيه بكل سهوله وبسرعه فانا كمان شارح فيديو سابق طريقه انشاء موقع الكتروني بشكل كامل راح تلاقوا الرابط بالوصف خلونا نرجع الوورد الووردبريس رح نضغط ليف وهيك خلصنا من زر البيرز اذا بننزل للاسفل عندنا زر الكومنت، اذا بنضغط عليه راح يظهر عندنا كامل التعليقات الموجوده على موقعنا الالكتروني، طبعا انا عندي ما عندي ولا اي تعليق بس هون انت اي اي شخص بيعلق على موقعك راح تلاقي التعليق هان لازم قبل ما ينتشر التعليق على موقعك الالكتروني او يشوفوه باقي العملاء لازم انت تعمل له او توافق على هذا التعليق عشان يظهر على موقعك الالكتروني وهي خلصنا من زر الكومنت ان الزر اللي بعده هو زر الإليمنتور طبعا هاي اضافه انا قمت بتنزيلها من زر البلجن بعد ما نزلت هاي الاضافه ظهرت عندي الاضافه على السايد بار من الووردبريس طبعا انت اي اضافه رح تنزلها على موقعك الالكتروني راح تظهر الاضافه موجوده على السايد بار او ممكن رح تلاقيها بالسيتنج او بالتولز لكن وظيفه اضافه الإليمنتور انه تساعدنا على بناء الصفحات للموقع بكل سهوله وبكل سرعه ننزل للاسفل بعد الاليمتور ان التمبلتس التمبلتس هي باختصار قوالب بتكون جاهزه او مواقع الكترونيه جاهزه ممكن انت تنزلها على موقعك الالكتروني ما عليك الا تعدل عليها بعض التعديلات بعدين بتبدا تنزل مقالاتك او بتنزل منتجاتك او اي شيء انت راح تنزله على موقعك الالكتروني لكن انا ما بفضل انك تنشئ موقع الكتروني او تنزل تمبلت يكون جاهز لا انا بفضل تنزل ثيم وتبدا تنشئ موقع الكتروني خطوه بخطوه عشان تتعلم بشكل افضل عن الووردبريس طبعا عندنا مجموعه من الخيارات اول شيء السيف تمبلتس يعني هي القوالب اللي انا قمت بتسييفها لكن انا مش مسيف اي قالب على الووردبريس يعني راح يظهر عندي ما عندي اي قالب انا قمت بتسييفه ثاني زر هو ثيم بلدر طبعا هذا الثيم مدفوع يعني لازم انت تدفع عشان تشترك فيه زي ما هو ظاهر امامنا جو برو يعني لازم اشترك فيه ومسؤول عنه المنتور راح اضغط اكس ثالث خيار انه هو اللاندنج بيج طبعا اللاندنج بيج هي صفحات الهبوط اذا بنضغط عليها بعدين ننزل للأسفل كتبنا لنا هان كريت يور فيرست لاندنج بيج اذا بنضغط اد نيو لاندنج بيج هيك بكون نقلنا لكامل صفحات الهبوط اللي احنا ممكن ننزلها على الموقع الخاص فينا طبعا زي ما هو ظاهر امامنا مجموعه من صفحات الهبوط انت ممكن تختار اي صفحه بعدين تعمل لها اه اكسبورت وبتبدا التعديل عليها يعني ممكن انت تغير صور في هي الصفحه ممكن اه يعني تصممها في طريقتك الخاصه لكن هي بتكون جاهزه زي ما هو ظاهر امامنا اذا بنكبرها زي ما هو ظاهر امامنا هي هي اللاند بيج انت بتنزلها وبتبدا تعدل على الكلام تعدل على الصور الظاهرين امامنا يعني كل هاي الامور ترجع لإلك لكن انا زي ما ذكرت سابقا ما بفضل انك تنشئ موقع الكتروني باستخدام اي تمبلت بفضله انك تنشئه في ايدك عشان تتعلم احسن على الورد بريس خلونا نضغط اكس ونرجع على الوجه الخلفيه للورد بريس ما نكون خلصنا من اللاندنج بيج الخيار اللي بعده هو الكت ليبراري الكت ليبراري هو عكس اللاندنج بيج يعني اللاندنج بيج بتكون صفحات مصممه وجاهزه لكن الكت ليبراري بتكون صفحات يعني منسقة لكن مش مصممة يعني مش مضيوف عليها أي صور ولا مضيوف عليها أي عناوين ممكن إنها تساعدك أنت تنزلها وتبدأ تضيف عليها الصور والعناوين والنصوص الخاصة فيك مثلا إذا نضغط على كيت ليبراري هيك بكون نقلنا على الورد بريز زي ما هو ظاهر أمامنا يعني هو معطينا أكثر من كيت ممكن يساعدنا أنه نبني أو نصمم موقعنا الإلكتروني لكن مش موجود أي صور أو موجود أي نصوص أو أي أزرار ما عليك إلا أنت تنزل هذا الكيت وتبدأ تعدل عليه حسب تصميمك الخاص نضغط اكس نرجع الورد بريس وهيك خلصت من الكيت ليبراري عندنا الزر اللي بعده هو بوبوس طبعا هذا الزر يعني لازم انت تشترك بالاليمنتور عشان يتفعل عندك اذا نضغط عليه زي ما هو ظاهر عندنا راح يكتب لنا جو برو طبعا هذا بيساعدنا على تصميم الصفحات بشكل افضل يعني راح يعطينا ادوات اضافيه على الاليمنتور بتساعدنا على تصميم الصفحات وهيك بنكون خلصنا من هذا الزر الزر اللي بعده اد نيو مثلا انت ممكن تضيف تمبلت على موقعك الالكتروني اذا بنضغط اد نيو بعد ما ضغطنا اد نيو راح يظهر عندنا الواجهه الظاهره امامنا طبعا هون بيحكي لنا شو هو التمبلت اللي أنتم بدكم تضيفوه يعني بيج او سكشن او لاندنج بيج طبعا تختاروا حسب يعني زي ما بدكم طبعا هون بتسموا التمبلت حسب زي ما بدكم كمان بعدين بتعملوا كرييت تمبلت عفوا خلوني اعمل بيج بعدين راح اضغط كرييت تمبلت بعد ما ضغطت كرييت تمبلت هيك راح ينقلني على الورد بريس اني انشئ القالب الخاص فيني طبعا هذا القالب يعني انا ما بفضل انكم تنشئوه من هان لا انا بفضل انكم تروحوا تنشئوا صفحه بعدين تبداوا تصمموا هاي الصفحه زي ما بدكم انتم خلونا نرجع الورد بريس وهيك خلصنا من add new الزر اللي بعده هو الكاتيجوريز كمان انت ممكن تقسم هاي القوالب بتصنيفات زي ما بدك على اساس انك انت تتعرف هذا القالب عن ايش بيحكي مثلا هذا القالب بيحكي عفوا ب... يعني مثلا هذا القالب بتحدث عن الكونتاكت us او اتصل بنا مثلا هذا القالب بيكون فورم للعميل انه يحط بريد الالكتروني او يتابع الموقع الخاص فيك او ممكن هذا القالب يكون صفحه رئيسيه او سيلز فانل او يعني نفق مبيعات فانت ممكن تصنف هاي القوالب في تصنيفات زي ما ظهر امامنا كاتيجوريز ما عليك الا تضغط كاتيجوريز بعدين هون بتسمي نفس مبدا عمل اي كاتيجوريز موجود على الووردبريس انت بتسمي الكاتيجوري بعدين بتحط الرابط الخاص في هذا الكاتيجوري بعدين هون بتحط الرابط الخاص في هذا الكاتيجوري بعدين بتضغط اد نيو كاتيجوري وهيك خلصنا من زر التمبلت ننتقل للزر اللي بعده هو الابيرينس الابيرينس مسؤول عن مظهر الموقع بشكل كامل طبعا عندنا مجموعه من الخيارات اول خيار عندنا هو الثيم الثيم باختصار هو مجلد بتكون من مجموعه من الملفات بساعد على تنسيق وتصميم موقع الإلكتروني لعرضه للعميل طبعا بيختلف طريقه عرض الموقع من ثيم لاخر طبعا زي ما ظهر عندنا في البدايه انا مستخدم ثيم استرا لكن اذا بنضغط على ثيم زي ما ظاهر امامنا انا مستخدم ثيم استرا طبعا في عندي ثيم اخر انا مش مستخدمه على الموقع فممكن امسحه ما علي الا اضغط على الثيم بعدين انزل للاسفل بعدين اضغط ديليت بعدين راح اضغط اوكي okay. هيك راح ينمسح عندي الثيم بشكل كامل طبعا ما ضل عندي غير ثيم استرا ممكن انا اضيف ثيم على الموقع تاعي يعني اذا ما كان موقع ناشئ زي اي موقع انت راح تبدا تنشئه ممكن انا ابدا اضيف ثيم على موقع الكتروني طبعا ما بزبط انت تصمم اي موقع الكتروني بدون ثيم ما علي الا من ثيم اضغط اد نيو بعد ما تضغط اد نيو يظهر عندي مجموعة من الثيمات اللي ممكن انزلها على موقعي الالكتروني، طبعا انت تختار اي ثيم مناسب معك، لكن اختار ثيم عليه ريفيو عالي وانا بنصح بثيم استرا لانه افضل ثيم مجاني موجود على الووردبريس بريس. طبعا موجود عندك كامل الثيمات هاي مجانية ممكن انت تنزل اي ثيم وتبدا تصميم موقعك الالكتروني بكل سهولة. طبعا في ثيمات مدفوعة ممكن انت تنزلها من مواقع اخرى خارج الورد بريس. وهيك خلصنا من ثيم من ابييرنس عندنا ثاني خيار هو Customize Customize بيساعدك على تخصيص موقع الكتروني شان تخصص موقع الكتروني يعني تحدد نوع الخطوط تحت الموقع تحدد الوان الموقع كيف الهيدر والفوتر طريقه عرض الهيدر والفوتر تحط اللوجو تحط الايكون للموقع الالكتروني يعني كل هاي الامور من خلال الكستمايز انت بتبدا تعدلها مثلا خلونا نضغط على كستمايز بعد ما ضغطنا على كستمايز راح يظهر عنا هاي السايد بار طبعا السايد بار الظاهر امامنا خاصة بثيم استرا يعني انت كل ثيم بتنزل راح يختلف السايد بار من ثيم لاخر لكن هذا السايد بار ان احنا موجود يعني تابع لموقع استرا اول شيء عندنا خيار جلوبال او خيار العام اذا بنضغط عليه راح يكون عندنا التوبوغرافي الكلر يعني انواع الخطوط والالوان وعرض الموقع مثلا ممكن انت تخليه بشكل بوكس او تخليه 120 بكسل حسب زي ما بدك واخر شيء الازرار البوتونز كمان انت ممكن تخصص الازرار الخاصه بالموقع طبعا انت ما عليك الا تشتغل على التخصيص مره واحده وراح يضل الموقع الالكتروني مخصص يعني اي صفحه او اي مقال بتنزله على الووردبريس راح يكون من خلال هاي الخيارات راح يكون ثابت انواع الخطوط او شكل الزر مثلا هذا الزر انا عدلته من البوتونز الخيار الثاني هو الهيدر بلدر. طبعا الهيدر بيلدر مسؤول عن بناء القائمه العلويه للموقع اللي هي ظاهره امامنا طبعا اذا نضغط عليه هان راح يعطيني السايت تايتل اند لوجو من خلال هذا الخيار انا راح اضيف اللوجو للموقع راح احدد حجم اللوجو واخر شيء السايت ايكون سايت ايكون هو الايكون الصغير اللي انا باشر عليه بزر الماوس هو هذا السايت ايكون كمان انا راح احدده من خلال هذا الخيار طبعا اذا نطلع للاعلى في عندنا الديزاين هان التصميم انت قديش بدك تعمل مارجن من التوب والرايت والبوتوم والليفت يعني انت قديش بدك تبعد هذا اللوجو من الاعلى واليمين واليسار ومن الاسفل اذا بنرجع للخلف عندنا الخيار الثاني هو البرايمري منيو طبعا من خلال هذا الخيار انت راح تعدل القائمه يعني قديش عرض هاي القائمه في عندك من الديزاين قديش يعني ايش بدك لما العميل يقرب زر الماوس على القائمة فانا خليه زوم ان زي ما هو ظاهر امامنا انا لما اقرب زر الماوس عم بعمل زوم ان طبعا هون عندك كامل الخيارات اللي بتساعدك على تصميم او يعني تخصيص الهيدر الخاص بالموقع اذا بنرجع للخلف عندنا اخر خيار ترانسبيرت هيدر اذا بنضغط عليه مثلا هون اذا انت حاب تعمل هيدر خاص بالموبايل او هيدر خاص بالديسكتوب او ممكن انت تعمله ديسكتوب زائد موبايل يعني الهيدر نفسه الموجود موجود على الديسكتوب نفسه موجود على الموبايل خلينا نرجع للخلف طبعا هون انت ممكن تعدل على طريقه عرض الهيدر للعميل مثلا انا هون السايت تايتل اند بدي اخليه بالاعلى والمنيو بدي اخليه بالوسط كمان زي ما ظاهر امامنا تغير طريقه عرض الهيدر للعميل لكن انا بدي ارجع زي ما كان البرايمري على اليمين والمنيو على اليسار طيب هيك يعني تعرفنا على الهيدر بيلدر خلونا نرجع للخلف البريد كرامب هي باختصار شريط ببين للعميل هان وين هو بالموقع يعني مثلا لو هو ضغط على الصفحه الرئيسيه بعدين انتقل لمقال من الصفحه الرئيسيه فراح يبين عنده بالبريد كرامب مثلا انه الصفحه الرئيسيه بعدين هو انتقل لهذا المقال ممكن انت من خلال هذا الزر انك تفعله او ممكن ما تفعله عندك مجموعه من الخيارات تعمله انسايد افتر بيفور بدك بعد الهيدر او داخل الهيدر يعني هذا الخيار برجع لك او لطريقه تصميمك من الموقع زي ما ذكرت سابقا انا راح اترك لكم بالوصف رابط فيديو كامل بيشرح عن طريقه تصميم موقع ووردبريس خلونا نرجع للخلف الخيار اللي بعده هو خيار البلوج طبعا هذا الخيار مسؤول عن تخصيص المقالات او الصفحه الخاصه بعرض المقالات للعميل اذا نضغط عليه راح يظهر لنا خيارين اول شيء بلوج ارشيف والسينجل بوست البلوج ارشيف هي الصفحه اللي بتعرض المقالات للعميل لكن سينجل بوست هو البوست او المقال بحد ذاته خلونا نضغط على بلوج ارشيف راح يظهر عندنا مجموعة من الخيارات مثلا انت ايش حاب تعرض للعميل في البلوج ارشيف مثلا فيوتر ايمج وعنوان هذا المقال والكومنت يعني التعليقات على هذا المقال الكاتيجوري اللي هي التصنيفات بتاعت المقال واللي كاتب المقال اذا بننزل للاسفل في عندنا انت قديش بدك تعرض من المقال على صفحة المقالات يعني بدك تخليه مثلا يعرض لك مثلا نبذة عن هذا المقال او كامل المقال داخل صفحة المقالات اللي هي اللي زي ما هو ظاهر امامنا انا الصفحة اللي كاتبها هي مقالات لكن اكيد انت بدك تعمله بس يعرض لك اكم من يعني أكمل جملة من داخل هذا المقال بحيث العميل يضغط على هذا المقال ويكمل قراءة. إذا بنطلع للأعلى عندنا الديزاين فهون أنت قديش بدك عنوان الأرشيف وهون قديش بدك عنوان المقال. خلونا نرجع للخلف. ثاني خيار هو السنجل بوست طبعاً نفس الكلام على الأرشيف أنت هون داخل المقال لما العميل يدخل على المقال ايش بده يشوف داخل هذا المقال؟ في عندك الفوتر ايمج التايتل نفس الخيارات الموجودة بالأرشيف وآخر شيء هون أنت مثلاً إذا بدك تعرض داخل المقال مقالات اخرى يعني يعني ريليتد بوست فبفضل انا دائما انك تفعله بحيث انه يعرض لك مقالات اخرى داخل اي مقال وهون اعدادات المقالات الاخرى راح تظهر داخل هذا المقال خلونا نرجع للخلف هيك خلصنا من زر البلوج الزر اللي بعده هو السايد بار السايد بار هو قائمة راح تظهر على يمين او يسار الموقع بتساعد العميل على التنقل داخل الموقع ما عليك الا تضغط عليها طبعا هون انت بتحط كيف بدك تخصص هاي السايد بار بدك اياها رايت او ليفت يعني يمين او يسار مثلا هون بحكي لك على الصفحات انت بدك تحط سايد بار ممكن انت تحطه نو سايد بار او ليفت او رايت على البلوك بوست او المقالات ممكن انت كمان تخلي ليفت او رايت سايد او بدك سايد او في عندك خيار الديفولت الديفولت انت لما تنشئ الصفحه بتحدد اذا بدك السايد بار يكون على اليمين او على اليسار اخر شيء الارشيف هي الصفحه المسؤوله عن عرض المقالات للعميل كمان انت ممكن تحط نو no سايد او ليفت او رايت ننزل الاسفل طبعا هون عنا عرض السايد بار طبعا انا مخليه 30 بيكسل يعني انه ما ياخذ من الصفحه حجم كبير خلونا نرجع للخلف عندنا الفوتر بلدر الفوتر بلدر نفس مبدا عمل الهيدر بلدر يعني ما بيختلف عنه بشيء لكن مسؤول عن بناء القائم السفلى للموقع او الفوتر للموقع البيرفورمانس طبعا هان الاداء او يعني اضافات ممكن انت تنزلها على تخصيص الموقع مثلا ممكن انت تنزل الفونتس من جوجل يعني خطوط من جوجل وفي عندك مثلا لوكال فونتس يعني خطوط محليه حسب زي ما بدك انت اذا بدك حاب تنزل خطوط على موقعك الالكتروني خلونا نرجع للخلف عندنا هذا الخيار سايت ايدنتي طبعا نفسه موجود بالهيدر بلدر انت بتحط الايكون الخاص بالموقع بتحط اللوجو الخاص لموقعك الالكتروني خلونا نرجع للخلف عندنا المنيو من خلال هذا الزر انت بتظبط القائمه تحت الموقع الالكتروني نضغط عليه راح يظهر عندنا الفوتر منيو اللي هي الفوتر القائمه السفليه والهوم منيو انا مسميها اللي هي الهيدر منيو اذا بنضغط مثلا على الهوم منيو ممكن انا اعدل عليها طبعا زي ما ظهر امامنا كامل الصفحات ممكن انا اهان اضيف ايتم ممكن اعدل عليها ما علي الا اسحب يعني مثلا بدي انزل الصفحه الرئيسيه اخليها بالنص زي ما هو ظهر امامنا صارت الصفحة الرئيسية بالنص طبعا من خلال هذا الخيار انت بتقدر تظبط او تخصص قائمة الموقع اذا ننزل الاسفل عندنا مجموعة من الخيارات في عندنا المنيو لوكيشن يعني موقع المنيو طبعا البرايمري منيو دائما بيكون الهيدر منيو السكندري منيو هو يعني القائمة الثانوية ممكن انت تخلي قائمة ثانوية تظهر بس على الهاتف المحمول في اوف كانفاس منيو هذا ما الكاش فيه يعني خاص بالثيم ممكن انت كمان عندك مجموعة من مواقع للمنيو اخر شيء عندنا الفوتر منيو في لوج ان اكونت منيو يعني اذا العميل مثلا بده يسجل دخول على الموقع تاعك ممكن انت تعمل منيو خاصه لتسجيل الدخول فانت بتحدد هذا الخيار بعدين تختار المنيو اللي بدك العميل يدخل عليه عشان يسجل دخول على الموقع بعدين في عندنا خيار المنيو اوبشن في عندنا اوتوماتيكلي اد نيو توب ليفل بيجز تو ذس منيو يعني انت من خلال هذا الخيار هو راح يدخل اعلى صفحة على هذا المنيو لكن انا ما افضل انك تختاره يفضل انك تعدل المنيو زي ما بدك انت يعني ما يخليه يعمل بشكل اوتوماتيكي يعدل على المنيو او قائمة الموقع اذا بنرجع للخلف خلصنا من المنيو طبعا نفس الاشي اللي فوتر منيو يعني اذا نضغط عليه نفس الاعدادات اللي ظهرت عنا بالهوم منيو وعنا اخر خيار للمنيو لوكيشن هي مواقع المنيو زي ما ظهر امامنا البرايمري منيو انا حاطه الهيدر منيو يعني هو الهوم منيو اذا ننزل للاسفل كمان الفوتر منيو حاطه الفوتر منيو طبعا هدول انا مصممهم من الواجهه الخلفيه للورد بريس ان شاء الله الان رح نتعلم كيف نصمم هدول القوائم خلونا نرجع للخلف خلصنا من المنيو اخر اشي عنا الويدجتس الويدجتس هي بعض البلوكات انت بتضيفها على السايد بار الخاص بموقعك الالكتروني اذا نضغط عليها راح رح يعني راح يظهر عندي المين سايد بار هو السايد بار تاع الموقع رح نضغط عليه بعدين انت هان راح تضغط جو ات بعدين راح تبدا تضيف بلوكات على السايد بار بتاع موقعك الالكتروني طبعا انا مش ضايف غير ريسنت بوست او اخر مقالات انا منزلها من خلال هذا الزر البلس ممكن انت تضيفه وبعدين تضيف اي بلوك حسب تصميمك انت لموقعك الالكتروني خلونا نرجع للخلف ننزل الاسفل هوم بيج ستينج طبعا من خلال هذا الزر انت بتحدد انو الصفحه الرئيسيه للموقع وانو الصفحه اللي بدها تعرض المقالات على موقعك الالكتروني طبعا انا هون الهوم بيج حطها الصفحه الرئيسيه والبوست بيج حطها المقالات وممكن انت تعدل هاي الصفحات من خلال الواجهه الخلفيه للوردبريس وهيك بنكون خلصنا من الكستمايز او تخصيص الموقع اخر شيء عندنا لغه السي اس اس اذا حاب تضيف شيء بهاي اللغه لكن الوورد بريس ما راح يحتاج انك تضيف شيء بهاي اللغه او ممكن انت تعدل على بلجن او اي اضافه من خلال هذا الخيار خلونا نرجع للخلف هيك خلصنا من السايد بار الخاص بتخصيص الموقع الان راح نضغط اكس ونسكر هذا السايد بار راح نضغط اوكي OK عشان يرجعنا على الوورد وهيك بنكون تعرفنا على زر كستمايز، الزر الثالث هو زر الويدجز، طبعا هذا الزر زي ما ظاهر امامنا في تخصيص الموقع هي عباره عن بلوكات ممكن انت تضيفها على اي سايد بار موجود عندك على موقعك الالكتروني. الزر الرابع هو زر المنيوز، من خلال هذا الزر انت رح تقدر تعدل قوائم الموقع او تنشئ قوائم داخل موقعك الالكتروني، اذا بنضغط عليه بعد ما ضغطنا عليه هيك نقلنا للصفحه انه من خلال هذه الصفحه بنقدر ننشئ اي قائمه على موقعنا الالكتروني، طبعا عندي انا قائمتين اللي هي الهوم منيو والفوتر منيو لكن مثلا ان هذا الخيار كرييت ا نيو منيو اذا بنضغط عليه هيك راح يساعدنا انه نبدا ننشئ قوائم على موقعنا الالكتروني طبعا هون راح نسمي المنيو زي ما بدنا بعدين راح نضغط كرييت منيو بعد ما ضغطنا كرييت منيو هون على اليسار ظهر عندنا احنا شو بدنا نضيف داخل هاي القائمه مثلا عندنا بيرز ممكن انت تضغط فيو all يظهر عندك كامل الصفحات تحت الموقع ممكن انت تضيف صفحه رئيسيه المقالات البرايفت بوليس اتصل بنا حسب شو الصفحات اللي انت منزلها على موقع الالكتروني ممكن انت تبدا تضيف هاي الصفحات عندنا الخيار الثاني هو زر البوست ممكن انت تضيف مقالات داخل المنيو عندنا الكوستم لينك يعني ممكن انت تضيف رابط مخصص داخل المنيو اخر شيء ممكن انت تضيف تصنيفات داخل هذا المنيو بعد ما تضيف هاي الصفحات مثلا انا بدي اضيف هدول التصنيفات بعدين اد تو منيو بعد ما ضفنا هدول التصنيفات رح نضغط على سيف منيو وهيك بيكون عنا انشا القائمة تاعت الموقع وهيك بنكون تعرفنا على زر المنيو من ابيرينس الزر اللي بعده هو استرا اوبشنز اذا بنضغط عليه بعد ما ضغطنا عليه رح يظهر عندنا كامل الاعدادات الخاصة باسترا لكن احنا ما رح نعدل عليها اي شيء طبعا هون بحكي لك يعني كلها بلغة البرمجة هون بحكي لك انت ممكن تتعلم كيف تغير الكولر والباك جراوند ممكن تتعلم كيف تغير اه انواع الخطوط بتاعت الموقع المسافات لبلوك برو يعني كل هاي الامور راح تساعدك انك تتعلم اه عن الاسترا بشكل كامل لكن كل هاي الامور احنا تعرفنا عليها في تخصيص الموقع او كستومايزر الخاص بالووردبريس الان دخلنا عليها من خلال زر الكستمايز ابييرنس بعدين ضغطنا كستومايز وتعرفنا على السايد بار الخاص باسترا نفس الكلام راح نلاقيه موجود هون الخيار اللي بعده هو theme فائل editor طبعا من خلال هذا الخيار راح يورجيك الملف او المجلد الكامل خل... الخاص بثيم استرا طبعا هذا المجلد بيتكون من لغات برمجه زي ما ظاهر امامنا طبعا انت ما تغير عليه اي شيء لانه راح يصير في خلل بالموقع تاعك او ممكن يتوقف الموقع ويصير في خلل بالثيم ما يشتغل هذا الثيم فانت هذا الثيم فايل اديتور اذا ما كنت فهمان في لغه البرمجه لا تعدل عليه اي شيء وهيك بنكون خلصنا من الزر ابيرينس الزر اللي بعده هو زر البلجن طبعا هذا الزر مسؤول عن تنزيل الاضافات اللي بتساعدنا على انشاء موقعنا الالكتروني طبعا عندنا هان اول شيء انستيرد بلجنز اذا بنضغط عليه راح يظهر عندنا كامل الاضافات اللي احنا قمنا بتنزيلها مثلا انا منزل مجموعه من الاضافات اللي بتساعدني على بناء موقع الكتروني اهمها الاليمنتور الاليمنتور وظيفته انه يساعدني على بناء الصفحات او تصميم صفحات داخل الموقع الزر الثاني من بلجن هو اد نيو من خلال هذا الزر انت راح تضيف اي بلجن او اي اضافه راح تبحث عنها وتبدا تنزلها على موقعك الالكتروني طبعا ما طبعا بعد ما ضغطنا عليها راح يظهر مجموعه من البلجنات ممكن انت تنزل اي بلجن وتبدا تستخدمه او يساعدك في تصميم موقعك الالكتروني طبعا انت ما تنزل اي بلجن غير موثوق لانه راح يدور موقعك الالكتروني الخيار اللي بعده هو بلجن فايل اديتور اذا نضغط عليه بعد ما ضغطنا بلجن فايل اديتور راح يظهر عنا كامل لغة البرمجة اللي تتعلق بالاضافات الموجودة عنا طبعا اول اضافة هي الاليمنتور وعنا باقي الاضافات طبعا انا مش مفعل غير هاي الاضافة عشان هيك مش ظاهر عندي غير لغة البرمجة الخاصة في هاي الاضافة بس من الاعلى ممكن احنا نختار اي اضافة ونبدا نغير باللغه البرمجه الخاصه فيها مثلا يوست اس اي نضغط عليها بعد بعدين راح نضغط سيلكت سيظهر يظهر عندي كامل لغه البرمجه بهاي الاضافه او كيف تم انشاء هذه الاستضافه لكن انا بعيد وبكرر لا تعدل على هاي اللغه او لا تعدل على هذا الكلام لانك ستضر الموقع الالكتروني الخاص فيك هي خلصنا من زر البلجن الزر اللي بعده هو زر اليوزرز طبعا هذا الزر مسؤول انت ممكن تضيف اشخاص او مستخدمين اخرين انه يساعدوك في بناء موقعك الالكتروني او يديروا موقعك الالكتروني طبعا من خلال اول زر زر اول يوزرز راح نضغط عليه رح يظهر كامل المستخدمين الموجودين على موقعك طبعا هون عنا اول شيء اليوزر نيم بعدين عندنا الايميل يعني ايميله للمستخدم بعدين هون انا اكمل مقال بنزل في عندي مثلا عندي ثلاث مقالات لكن انت ممكن تضيف مستخدمين انه يساعدوك مثلا يكونوا كتاب محتوى يساعدوك في تنزيل مقالات على الموقع تاعك ممكن انت تضيف مستخدمين يساعدوك على يديروا متجرك الالكتروني حسب انت برجع لك الموضوع ممكن انت تدير متجرك لحالك من الخيار الثاني من اليوزرز عندنا اد نيو من خلال هذا الخيار انت راح تضيف مستخدمين على موقعك الالكتروني ما عليك الا هان تضيف اليوزر نيم والايميل والفيرست نيم واللاست نيم والويب سايت موقع الكتروني اللانجويج والباسورد تعطيه هذا الباسورد بعدين راح يقدر يدخل على موقع الووردبريس ويبدا يتحكم في موقعك او يتحكم بالواجهه الخلفيه من لكن انت راح تضلك الادمن يعني ما في عليه خطر او اي خطر من هذا الشيء الخيار الثالث انه هو خيار البروفايل طبعا من خلال هذا الخيار راح تساعد في تخصيص البروفايل اللي هو الواجهه الخلفيه للووردبريس انت راح تغير بالالوان اذا بنتغير مثلا بالالوان راح يظهر عندنا مجموعه من الالوان انت ممكن تغير حسب تصميمك انت وعندنا كامل الاعدادات اللي بتتعلق في البيرسونال اوبشن يعني الخيارات الخاصه للوجه التحكم بالووردبريس طبعا هاي الخيارات بس لك يعني ما إلها خص بالعميل او تصنتر الموقع على محركات البحث لكن هاي الخيارات بتخصك انت كشخص بحيث انك يعني تساعدك على بناء موقع الكتروني او يعني تسهل عليك التحكم في الموقع الخاص فيك ممكن هنا انت تغير كلمه السر ممكن كثير امور ممكن تحط انفو للموقع هذا الويب سايت تاعك الايميل وكثير امور انت ممكن تعدل عليها وهيك بنكون خلصنا من زر اليوزرز الزر اللي بعده هو زر التولز من خلال زر التولز راح يظهر عندك مجموعه من الادوات مثلا الامبورت ممكن انت اه تجيب موقع اخر وتنزل على موقع الووردبريس او ممكن تعمل اكسبورت تصدر موقعك الالكتروني على موقع او منصه ووردبريس اخرى ومن الخيار اللي بعده انت ممكن تضيف داتا على موقعك الالكتروني طبعا كل هاي الخيارات انت ما راح اه يعني تشتغل عليها شيء الا السايت هيلث بس عليك انك تضغط عليه بعدين راح تشوف صحه موقعك الالكتروني طبعا هون راح يظهر عندنا شو في اخطاء على موقعنا، طبعا هون قاعد هو بقسمنا النتائج زي ما هو ظاهر امامنا اعطاني انه جود يعني صحة الموقع جيدة، لكن هان عندك راح يظهر مجموعة من الاخطاء اللي انت راح تعدل عليها كمان إذا كان عندك في خطأ بالصحة الموقع راح تظهر هان وتبدأ يعني تظبط في هاي الاخطاء. هيك خلصنا من زر التورز، الخيار اللي بعده هو زر ستينج طبعا من هذا الخيار انت راح تبدأ تعدل او تغير من اعدادات موقعك الالكتروني طبعا في عندنا مجموعه من الاعدادات اول خيار هو الجنرال اذا نضغط عليها راح يظهر عندنا كامل الاعدادات العامه لموقعنا الالكتروني طبعا اول خيار عنا السايت تايتل هو عنوان الموقع لاين وصف قصير للموقع فعلا الووردبريس بريس ادرس هو عنوان الموقع عنوان الموقع يعني كل هاي الخيارات خيارات بسيطه انت ممكن تعدل عليها ممكن هان انت تعمل ممبر شيب يعني تعمل موقع عضويه يعني ممكن انه الناس يعملوا تسجيل دخول على موقعك الالكتروني يبداوا يتصفحوا وبعدين عندك مجموعه من الخيارات مثلا اللانجويج تايم زون تحدد الوقت او تحدد داتا فورمات يعني يعني كل هاي الخيارات بترجع لك انت يعني حسب وين انت ساكن بتعدل من هاي الخيارات مثلا ويك ستارتس اون يعني سانداي انت بتفتح يعني بيبدا موقع الكتروني او يعني بداية الأسبوع عندك على الموقع الإلكتروني أنا حاطه سنداي يعني يبدأ أسبوع من يوم من الأحد وآخر إشي عندنا يعني الكاشنج طبعا أنت هون بتغير الكاش أنه ليفل أنا حاطه ليفل 2 طبعا كل ليفل يعني أنت كل قديش بدك تعمل كاشنج أو تخزين مؤقت لبيانات الموقع طبعا كل هاي الأمور أنت يفضل تعمله نورمال يعني ليفل 2 طبعا في عندك أدفانسد ليفل 3 اللي هو متقدم أنه يعمل كاشنج بشكل دوري وآخر إشي أنت بتعمل سيف تشانجز وهيك بتغير كامل الإعدادات الزر الثاني من زر ستينج زر الرايتنج طبعا هاي الاعدادات تتعلق بالكتابه عن الموقع اذا بنضغط عليها هيك راح يظهر عندنا كامل اعدادات الكتابه اول شيء الديفولت بوست كاتيجوري يعني شو هو الكاتيجوري او التصنيف الرئيسي للمقالات طبعا هو موجود ان كاتيجوري او راح ينزل تلقائي هو يكون ان كاتيجوري لكن انت ممكن تغيره حسب النيتش الخاص بالموقع تاعك في عندنا الخيار الثاني الديفولت بوست فورمات انا حاطه ستاندرد وانت زي ما بدك ممكن انت تغير عليه لكن انا راح اخليه ستاندرد طبعا اذا بننزل الاسفل عندنا كمان خيارات إضافية لكن أنت ما تعدل عليها أي شيء يعني خليها زي ما هي هاي خيارات تم تعديلها من خلال الاستضافة يعني أنت أول ما تشأت الاستضافة راح تكون عندك موجودة هاي الخيارات فأنت ما تعدل عليها لأنه ممكن يصير خلل داخل الموقع الإلكتروني هاي خلصنا من زر الرايتنج الزر اللي بعده هو زر الريدنج أو زر القراءة أو الإعدادات الخاصة في قراءة الموقع إذا بنضغط عليه راح يظهر عنا اول خيار اللي هو يور هوم بيج يعني انت بدك تحدد طريقه عرض الموقع طبعا فوق هون عندك اول خيار انك تحدد اخر مقالات بتنزل على الموقع هي تعرض للعميل لكن انا يفضل انك تعمل استاتيك بيج يعني تحدد انهي هي الصفحه الرئيسيه وانهي صفحه المقالات اذا ننزل الاسفل مثلا هان انت قديش بدك تعرض بالارشيف او صفحة المقالات انا حاطط له 10 بوستات وهون مثلا انت قديش بدك تعرض بالفيدز كمان انا حاطط له 10 ايتمز يعني 10 عناصر فقط وهو نفس الاعدادات اللي احنا قمنا بتغييرها بالكستمايز او تعرفنا عليها بالكستمايز او تخصيص الموقع طبعا هذا الخيار ما تضغط عليه بالمره لانه هذا الخيار اذا ضغطت عليه راح تمنع يعني ارشفه الموقع في محركات البحث طبعا هيك خلصنا من سر ريدنج الخيار اللي بعده هو خيار يعني تفاعل العميل لما يدخل على موقع الالكتروني الخاص فيك اذا بنضغط عليه راح يضع عندنا مجموعه من الاعدادات انت مثلا بدكش الاشخاص يتفاعلوا مع موقع الالكتروني مثلا هون انت بدك تفعل الاشعارات الخاصه بموقعك الالكتروني هون بدك توافق على تعليقات الاشخاص اللي بعلقوا على مقالاتك وهون كامل الإعدادات الخاصه في يعني التعليق على المقالات يعني انت لازم هاي تفتح عليها وتقراها بشكل كامل بعدين تعدل زي ما بدك انت فانا ما راح اساعدك في شرح هاي الاعدادات لانه هاي الاعدادات ترجع لإلك هيك بنكون خلصنا من هذا الخيار، الخيار اللي بعده هو خيار بتعلق بالوسائط او الميديا، بعد ما ضغطنا زر الميديا راح يظهر عنا مجموعة من الخيارات، طبعاً هون الخيارات انت بتحدد مقاييس خاصة للصور اللي رح تنزل على موقعك الالكتروني، يعني أعلى حجم من المقاييس، مثلاً عنا الثامب نيل سايز فإنه هون حاطين 150 x 150، الميديوم سايز أو الحجم المتوسط 300 x 300، واللارج سايز اللي هو 1024 ب 1024 فهي اعلى صور رح تنزل على الموقع الالكتروني فهو راح ياخذ الصور او يقتصها او يغير من حجمها على اساس هاي الاعدادات وهيك بنكون خلصنا من الزر اللي بعده هو زر الميديا اخ اللي... والان خلونا ننتقل للزر اللي بعده هو زر البيرما لينكس طبعا من خلال هذا الزر حتظبط عرض الروابط تحت الموقع الالكتروني الخاص فيك طبعا هون موجود عندك مجموعه من طريقه عرض الروابط مثلا هون عندك اه تاريخ النشر بعدين اسم البوست مثلا هون عندك تاريخ النشر بس السنه والشهر بعدين سمبل بوست لكن يفضل انت دائما تضغط عليه بعدين تغيره للبوست نيم يعني بس آه اسم الدومين بعدين اسم البوست اللي انت بتنزله واسم الصفحه واي شيء انت بتنزله موقعك يعني بس يبين رابط بسيط وسهل يقراه العميل، اذا بننزل الأسفل هون ممكن انت تحط كاتيجوري يظهر مع اليو ار او ممكن تحط تاج كمان يظهر مع اليو ار لكن انا زي ما ذكرت سابقا يفضل انت تخليه سمبل بوست او بوست نيم يعني آه عنوان او يو بسيط بحيث يقراه العميل بكل سهوله. بعد البيرمن لينك عندنا البرايفسي او الخصوصية الخاصة بالموقع اذا بنضغط عليها او امان الموقع عفوا اذا بنضغط عليها بننزل للاسفل هون بتقرا انت كامل الشروط او البرايفسي طبعا هون بتحدد سلكت برايفسي بوليسي بيدج يعني انت لازم اول ما تنشئ موقعك الالكتروني تكون منشئ صفحة برايفسي بوليسي ما عليك الا تحدد هاي الصفحة بعدين يوز ذس بيدج يعني تختار هاي الصفحة وهيك اخترنا الصفحة بشكل مباشر خلاص عرف الوورد بريس انه هاي الصفحة خاصة بخصوصية الموقع بعدين عندنا الخيار الأخير هو SSL طبعا اس SSL هي إضافة أنا قمت بتنزيلها هي اسمها Really Simple SSL وظيفتها أنها تساعدنا في تفعيل SSL أو أمان الموقع اللي هو الزر المفتاح الظاهر أمامنا إذا نضغط عليه راح يظهر عنا أنه هذا الموقع سكيور أو آمن لكن انت اول ما تشترك باستضافه راح اترك لكم رابط استضافه بلو هوست بالوصف اشتركوا فيها راح تعطيكم اس اس مجاني يعني ما راح تحتاجوا انكم تنزلوا هاي الاضافه وهيك بنكون خلصنا من السايد بار بشكل كامل اخر شيء عنا هذا الزر بيساعدك انك تسكر السايد بار او ترجع تعرضه زي ما هو ظاهر امامنا وهيك انتهى فيديو اليوم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراك في القناه بنشوفكم فيديو جديد الى اللقاء